احلى جون وتويت يعني كان مهم جدا بالنسبه لنا، يمكن يعني انا بعتبر ان انا شفته في التويت ده وبالذات في البطوله دي، يعني في 2005 في نهائي افريقيا في الكليه الحربيه الاهلي والنجم الساحلي، جون بركات، لان هي من 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 حاجه احنا كنا بنتمرن عليها، وراي المستر مانويل انت هو مصمم ان انت من هنا تقدر تجيب الجون في الزاويه دي بالشكل ده، وتلاحظ هات احتفال بركات ويشوف هو بيشاور لبره، كان بيشاور على مستر مانويل بيقول له اللي احنا بنتعلمها في التمرين احنا عملناها في الماتشات، لكن شوف الاستلام كان تقريبا ضربه ركنيه واتعملت وطلعت لبره ال 18 وبركات استلم وعدل على يمين، هو جون معتاد ان انت دايما تحط ببطن رجليك في الزاويه البعيده، لكن ده كان في نهائي افريقيا، وكان الجون الثاني الثالث اللي هو خلاص بقى يعني انت كده بدانا الحمد لله ان احنا نحتفل ببطوله افريقيا، وبالنسبه لنا كانت اول بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، فبهني بركات على الجون، وكمان بهنيه على المسؤوليه، واتمنى له التوفيق ان شاء الله مع منتخب مصر في حاجه جديده بالنسبه له، الشق الاداري، اتمنى له التوفيق ان شاء الله، والتوفيق للكابتن حسام البدري وجهاز المنتخب الفني ان شاء الله.